صديقاتي أصدقائي الكرام، الحقيقة بيشرفني أني سجل هالفيديو، وخلف مني بكل تواضع، مش مع ما في نوع من نصح الاستعراض، ولكن على مدى هالعمر مجموعة كبيرة من الشهادات التقديرية من العالم العربي، كل أنحاء العالم العربي ومن لبنان، على نشاطات اجتماعية وبيئية وفنية وثقافية. الحمد لله، أنا فرحتي كبيرة وبحب تشاركوني هالفرحة. أما موضوعنا في هالحلقة تتويج لعروبة الموسيقار فريد الأطرش. الحقيقة الإنسان يعني يقف عاجزاً عن التعبير عما يجيش بنفسي حول فريد ونشيد يوم الفداء. بعد هزيمة 67، الحقيقة كل الإذاعات العربية فاجأت الشعب العربي. باك الأيام ب300 مليون كنا، من الماء إلى الماء، بنشيد يوم الفداء اللي بيقول جزء منه: شعبنا يوم الفداء، فعله يسبق قوله، لا تقل ضاع الرجاء، إن للباطل جولة، ما لعدوان مقر والوغى كر وفر، نحن للتاريخ أمجادا بنينا، ورسالات الهدى بين يدينا، نحن شعب لا يبالي، يتنامى للأعالي في كفاح ونضال، وجنود الله حوله، إن للباطل جولة. وصولا إلى المقطع اللي حابب أصله: قل لهم أين المفر، فلهم يوم أمر، قد تآخينا هلالا وصليبا، وتلاقينا بعيدا وقريبا، يا له يوم مقدر، يذكر التاريخ هوله، هلل الشعب وكبر قائلا الله أكبر. حقيقة في بندين، بدي بند سريع له أهميته الكبيرة، لأن هذا الكلام منه كلام عادي، كلام كبير. هناك نقاش تاريخي، هل هو الشاعر أنور سلمان المعروف على مستوى العالم العربي كله، أو الشاعر عبد الجليل وهبي مثل ما هو بشكل رسمي نازل كمان اللي بيعرفه العالم العربي كله؟ هيدي نتركها للتاريخ، للإثباتات، لكل من المعنيين بالموضوع، كلهم حبايبنا وأهلنا وأخوتنا. الشغل الثاني اللي بحب كمان شدد عليها قبل ما فوت باللي مقصود بطرح موضوع نشيد يوم الفداء، وهي فريد كان عنده رؤية، وهي الرؤية مش جديدة عليه، وكان عنده ذكاء شديد، انه لما بده يجود الله أكبر في آخر النشيد، كان عم يجود بطريقة قرآنية ممتازة بشهادة الإمام الجامع، وهم المبدعون الكبار. يعني يا مناس أئمة هنول فريد على هذا التجويد العظيم. وهون فريد ما قدم هالتجويد، ولا قدم كلمة الله أكبر اللي هي كلمة نخشع لها ونقدسها، إلا بعد أن أخذ إذن من سماحة إمام الأزهر الشريف في القاهرة بشكل رسمي. تنوصل للموضوع، في هذا المقطع سجل فريد حركة موسيقية معنوية شعرية تاريخية. أنا ما بحط بهار على الكلام، ولكن هذا الواقع اللي هي
لما آخر جملة بيقول هلل الشعب وكبر قائلا الله أكبر، يصدح بها بشكل كل الخشوع فيها والعظمة. كان يرافق صوته وهو يجود صوت أجراس الكنائس، وكأنه جمع بصوته الهلال والصليب، ومش بالفولكلور، بالواقع عبر نشيد فات لملايين العرب من الماء إلى الماء، وكأنه جمع بين الكنيسة والجامع، وكأنه جمع بين القرآن والإنجيل لسبب بسيط، أنه عملها بطريقة ملحمية وهو ذات الصوت الجهوري وبشور فريد بالموال، إلا لما نقول الله أكبر على طريقة إمام الجامع نحترم ورجل، كان صوت الأجراس الكنائس بطريقة إبداعية ملحمية خلق فيها عنصر جديد فريد، أي عندما الفن يرتقي إلى مستوى قدسية الأديان، عندما الفن يرتقي إلى مستوى قدسية الأوطان. وهون نرجع نعيدها، فريد الفنان، فريد الإنسان، فريد المطرب، فريد الموسيقار، مع الكلمة العظيمة اللي بتوصل إلى مستوى الحدث، وهو كان نوع من استنهاض الهمم على مستوى الشارع العربي وملايين من شعبنا العربي العظيم. والحمد لله اللي هيدا النشيد ترك أثر كبير، حركة استنهاضية إبداعية خليت كل الإذاعات تضيعوا بالنهار مرة ومرتين وثلاثة وأربعة. شكرا جزيلا، إن شاء الله نكون وصلنا الرسالة بطريقة تليق بهذا الموضوع اللي هو موضوع بكل رقي وبكل إيمان. يعطيكم الألف عافية.